نروح مع حضراتكم بقى لاستاد القاهره. الحقيقه اللواء علي درويش مدير استاد القاهره الدولي قال انه في عدد من الترتيبات اللي بتتم على اكبر مستوى بالتنسيق طبعا مع الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف، استعدادا لانه الاستاد ان شاء الله يستضيف مباراتي الاهلي والزمالك امام الوداد والرجاء المغربي على التوالي، والماتشين طبعا في اياب دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. ومدير استاد القاهره قال في تصريحاته انه ارضيه الملعب في احسن صوره والاستاد جاهز ومستعد لاستضافه المباراتين، واكد انه الاجراءات المتبعه لمباراتي الاهلي والزمالك زيهم زي اي ماتش تاني من حيث الدخول والخروج وتجهيز غرف الملابس اللاعبين وايضا غرفه الفار. وخدوا بال حضراتكم انه من ناحيه التغطيه الاعلاميه يمكن زي ما شفنا في المغرب هتبقى في اضيق الحدود، مش هيبقى مسموح للصحفيين ولا لوسائل الاعلام المختلفه انها تغطي المباراه من داخل الملعب. وايضا اعتقد كمان يعني في حدود معلوماتي انه حتى كمان البريس كونفرنس او المؤتمر الصحفي اللي بيعقب المباراه مش هيبقى متاح للساده الصحفيين او للزملاء الصحفيين هم يحضروه، وان كان في ترتيبات ان هو يتم اجراءه اونلاين فيديو كونفرنس يعني.